مرحبا بالجميع. في هذا الشرح سنتعرف على مشروع ميكرو بايثون. فميكرو بايثون يمكننا من برمجة متحكمات الـ USB32. هذه المتحكمات بجميع أنواعها، في تدخلون على الموقع الرسمي لميكرو بايثون وتضغطون على داونلود، ومن ثم تقررون إما البناء عن طريق السورس كود أو الطريقة السهلة، فهي تحميل البرناري والقيام بالفلاش مباشرة. لقد قمت بربط الـ USB32 بالحاسوب. وجب فقط التوفر على أداة USB Tool. فأداة USB Tool هي إما تقومون بتنصيب USB Tool عن طريق البيب، تقومون ببيب انستال USB Tool، أو الطريقة الثانية، فهذه الأداة تجدونها مرفقة مع مشروع الـ USB-EDF. تقومون ب grep USB tool، فهي موجودة على component USB tool.py. USB tool.py تدخلون على مجلد الـ USB tool، ومن ثم تقومون بتحميل أحد النسخ، مثلا هذه النسخة. نقوم بتحميل هذه النسخة، ومن ثم المرحلة الأولى، فهي الريز أو مسح محتوى الفلاشة. نقوم بباست لهذه الكوموند، وبما أنها موجودة في نفس المجلد سنضع نقطة سلاش بهذه الطريقة. ما تلاحظون، فشيب اريز كومبليتد. بعد هذه المرحلة سنقوم بحرق الميكرو بايثون إلى فلاشة الـ USB32. ETF. عشر 30، فهي نسخة اليوم، فنحن بتاريخ 30 جانفي. الآن يتم كتابة البرنامج على فلاشات الـ USB 32، وبعد الانتهاء نكون جاهزين لاستخدام تطبيق الميكرو بايثون. فميكرو بايثون هو سهل جدا وجميل. الآن بعد عملية الحرق نقوم بالدخول على الـ USB باستخدام منفذ الـ USB سيريال. هذه هي الطريقة الأخرى، تقومون بتنصيب بيب انستال USB tool. في هذه الحالة لا داعي للدخول إلى هذا المجلد، فسيتم تنصيب هذه الأداة بصفة عامة. USB 32 بايثون،
فهذه النسخة فهي معدلة لكي تشتغل على المتحكمات الذاتية. نفس المراحل التي قمنا بها، سيريال برومبت، ندخل على المتحكم باستخدام تطبيق بيكو كوم. تقومون بابت جيت انستال بيكو كوم او بوتي بالنسبة لاصحاب الويندوز، فكلاينت لبوتي يستطيع الدخول ايضا على السيريال او اداة الميني كوم. اما تستخدمون اما بيكو كوم على لينكس او ميني كوم، تكتبون بيكو كوم، فالسرعة هي 1.1.5.2.0.0. تقومون بتعريف الديفايس الخاص بمتحكم الـ USB32 ما تلاحظون. فنحن الآن على شال نحن الآن على شال الـ USB32. سأقوم فقط بإعادة تشغيل المتحكم بالضغط على زر الريسيت. كما تلاحظون فالنسخة فهي حديثة 30 دجنبير 2019، والآن أنتم على شيل الميكرو بايثون. فميكرو بايثون فهو أسهل من لغة سي للتعامل مع هذه المتحكمات. هنا التايمر وطريقة الكتابة للجي بي اي او والاس بي اي باس الى غيرها. مثلا نقوم بهذا المثال نتورك، ونعرف النتورك على انها ستيشن، حيث ان الـ USB يمكن ان يشتغل كاكسس بوينت او كستيشن. هنا ساقوم بالكونكت لشبكة الواي فاي الخاصة بي. ما تلاحظون فالاسوسيشن تمت بنجاح، ولقد استلمت هذه الادريس اي بي من خادم الدي اي سي بي. استيف.كونفيج اكتب دير استيف.كونفيج. ما تلاحظون فهذه هي الادريس اي بي التي اخذت من الخادم. هنا إذا كنتم تريدون تشغيل خادم الـ FTP أو التلنت، فالطريقة التي سنقوم بها فهي كتابة كود على هذه الآلة، ومن ثم تستطيعون إرسال هذا الكود لمتحكم الـ USB32.
نقوم بتجربة هذا الكود. أظن أن هذه النسخة لا تدعم هذا الشيء. كما تلاحظون فانيتور في هذه النسخة لا تدعم. ميكرو بايثون ريبل الطريقة الأولى هي الريبل باستخدام المينيكوم. الطريقة الثانية فهي سيتاب للويب ريبل. كلمات المرور مثلا يس. والآن هنا ميكرو تيتوريال using the ripple. وجب تحميل هذا التطبيق من جيت هاب، فهو ويب ريبل. الادرس اي بي الخاصة بهذه الآلة وجب إعادة تشغيل الواي فاي. اوكي، مرة أخرى وضع الـ SSID كلمة المرور. وندخل على 104. كما تلاحظون فلقد دخلنا بنجاح. مثلا ندير class network واستائف كان كما تلاحظون فهذه هي شبكة الواي فاي التي أتوفر عليها، فهي M و M2. هذه أحد الطرق للدخول إلى ريبل الميكرو بايثون. والطريقة الأخرى فهي إغشال شيل بايثون. أنا لست متأكد 100% من طريقة عمل هذا الشيل، سأقوم فقط بتتبع الخطوات. انستال شيل لا أتوفر على البايثون
النسخة الحديثة، إذا سنكتفي فقط بالربل من الويب فور اي. كما تلاحظون فالميكرو بايثون هو فضاء بايثون متكامل يتعامل مع عدد الـ ESP32، مثلا الـ PWM Pulse Width Modulation، نعرف التايمر ووسع. ومن ثم التردد و Duty Cycle. فالـ PWM يمكننا من برمجة سينيال الكتروني وارساله الى خارج جي بي اي او. هنا الواي فاي، لقد تعرفنا على الواي فاي وكيفية تشغيل وربط المتحكم بالواي فاي. سأرجع إلى الريبل فالريبل يمكننا أيضا من إرسال ملفات من الحاسوب إلى متحكم الميكرو بايثون. صراحة لا أتذكر أين وضعت ذلك الكود، ويب ريبل. فهو موجود هنا بويب ريبل. مثلا نقوم ب كود بسيط فور اي ان رانج 100، نقوم ب برنت اي هذا الكود، فهو كود بايثون. ومن ثم نقوم بتشغيل الويب ريبل سي ال اي، نقوم بنسخ هذا الكود ل 104، سأسميه أيضا loop.py. ندخل كلمة المرور web ripple. وجب تشغيل خدمة الويب ريبل ميكرو بايثون ويب ريبل.
بصراحة لا أذكر الطريقة. ويب ريبل وجب فقط تفعيل هذه الخاصية من الويب ريبل. ولا أذكر صراحة الطريقة، فلقد قمت بتجربتها في وقت سابق. اوكي، ومن تم صراحة لا أعرف سبب الرفض. أظن أن السبب هو أن الـ USB يقبل فقط كونكشن واحدة. كما تلاحظون الآن فهي اشتغلت، فالمشكل هو أن الـ USB يقبل كونكشن واحدة. هل نقوم بـ Import OS؟ فهذا هو الملف الذي قمنا بإرساله من الشيل لميكرو بايثون. هناك العديد من الأشياء يمكن القيام بها، مثلا التعامل مع GPIO، قراءة المعلومات من GPIO، تعرفون GPIO رقم GPIO، وهل هو input أو output. output بالنسبة مثلا إذا كنتم تريدون وميض LED أو إشعال رولي أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كانت الدارة الإلكترونية تدخل معلومات فسيكون إن. تقومون برقم البين فهو P0 ON، فON تضع الليفل هاي، يعني إذا قمتم بربط LED بالبين 0 فON ستشعل LED وOFF ستطفئ LED. طريقة أخرى فهي الفاليو بكتابة 1 و0. في هذا السطر قاموا بتعريف البين 2 على أنه إن، ومن ثم قراءة
المعطيات المكتوبة لهذا البين، هل هي صفر أم واحد؟ قد تطرقنا ل PWM ADC Analog to Digital Converter. وجب فقط ربط الذرة الإلكترونية بالـ ADC، فهو بين خاص بالأنالوج. هنا الـ SPI للتعامل مع ذرات الـ SPI، مثلا مجسات الحرارة وغيرها، الـ I2C والـ RTC. هنا الـ Deep Sleep Mode، فالـ Deep Sleep Mode فإن المعالج يدخل في حالة سبات ولا يستهلك الطاقة، وعندما يستقبل معلومة من الخارج فإنه يستيقظ. بهذه الطريقة يستطيع هذا المعالج أن يشتغل على بطارية لمدة شهور عديدة. الميكرو بايثون يوفر لنا الديب سليب مود بطريقة سهلة جدا. صراحة شخصيا أعجبني هذا المشروع ميكرو بايثون على الـ USB 32، فهو يشتغل أيضا على الـ USB 8266، فهو أضعف من الـ USB 32، فهذا فقط يحتوي على معالج واحد، أما الـ USB 32 فيحتوي على معالجين. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح الخاص بوضع نظام الميكرو بايثون على رقاقات الـ USB 32.